أجرى محافظ أسيوط هشام أبو النصر عددا من الزيارات الميدانية على المنشآت الصحية والتعليمية بالمحافظة، حيث تفقد محافظ أسيوط مستشفى أبو التيج المركزية، وذلك ضمن خطة المرور الميداني على المنشآت الطبية بالمراكز والأحياء، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيدا بالمنظومة الصحية بالمستشفى. كما تفقد محافظ أسيوط وحدة طب الأسرة بنزلة بقور التابعة لمركز أبو تيج، والتي تضم كافة التخصصات، بالإضافة إلى خدمات صحة الأسرة لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة. هذا وتفقد محافظ أسيوط مدرستي المطيعة الثانوية المشتركة والإعدادية البحرية المشتركة بقرية المطيعة التابعة لمركز أبو تيج لمتابعة مدى انتظام العملية التعليمية تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.